فريق إشبيلية، التفوق العددي في وسط الميدان، استحواذ على الكرة، السيطرة في بعض الفترات، هناك أصبح استعراض كروي. نعم صحيح، استعراض كروي في بعض الفترات. شاهدنا البرسا يعني في حالة سيئة، شاهدنا البرسا لقي صعوبة كبيرة لإخراج الكرة من المناطق متاعه. برافو لسان باولي، برافو لفريق إشبيلية اللي قدم مباراة كبيرة. شوط أول كان ينتهي 3-0، مباراة غريبة بصراحة، 3-0 أضاعوا كثير من الفرص. شوفوا الهدف، عملية ممتازة. وفيتولو اليوم واضح، اليوم سيرجي روبرتو لقى صعوبات كبيرة مع اللاعب هذا، إمكانيات بدنية هائلة، عمل كبير اللاعب من الناحية الفنية. شوفوا كرة في ظهر سيرجي روبرتو، لقى صعوبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة. الدفاع الوحيد اللي في مستوى فريق إشبيلية هو أومتيتي. نعم. أومتيتي يقوم بعمل كبير، لكن البقية فريق سيد. دانيس سواريز من الناحية البدنية ضعيف جدا. نعم. إمكانياته محدودة. شاهدنا بوسكيتس يعني خلفية ما كانش فيه استطاعة، وكان فيه إصرار على أن الفريق يسلم الكرة من تحت، رغم أن ما فيش ناس عندها الملكة ولا الموهبة أنها تقدر تبني هجمة، لأن لاعب خط الوسط أندريس إنيستا مش موجود. أيضا الثلاثي النهاردة ما كانش في حالته، سواء راكيتيتش أو دينيس سواريز أو بوسكيتس، على عكس فريق سيفيا اللي بيقدر يبدا هجمه من تحت بشكل جيد جدا، وبيقدر يوصل بيها للمناطق الامنيه اللي لم يكن موجود قبل سان باولو. قبل المباراه كنا متاكدين ان برشلونه هيعاني بدنيا، ولكن انه يعاني تكتيكيا. اعتقد حتى الشوط اللي خسر فيه برشلونه امام مان سيتي، الشوط الثاني اللي سجل فيه هدفين، كان برشلونه افضل من كده كتير. شايفين خروج التطرق بالكره لفريق إشبيلية من المناطق الخلفيه الى المناطق الاماميه، عكس فريق برشلونه تماما. فريق برشلونه فيه اصرار على استلام الكره في المناطق الخلفيه، ضغط من فريق إشبيلية بيقدر يستحوذ على الكره ويبدا خطوره على فريق برشلونه. ممكن يعتمد على كره حارس المرمى، اي نعم مفيش اطوال في المناطق الاماميه، ولكن تنقل الخطوره من على منطقه جزائك، لان في اصرار على كل ما الكره تبقى ضربه مرمى يستلم فريق برشلونه على حدود منطقه الجزاء، ويدي فرصه لإشبيلية الحقيقه ان هو يضغط وان هو ياخد الكره. معاناه كبيره جدا لفريق برشلونه، واعتقد ان هو محظوظ ان هو قدر يسجل هدف التعادل في احداث هذا الشوط اللي كان متفوق فيه فريق سيفيا في كل النواحي، سواء بدنيا او تكتيكيا. ثغره كبيره في الفريق الكتالوني عن سيرخيو روبرتو في الناحيه اليمنى، لان الحقيقه في تفوق كبير لإشبيلية من هذه الناحيه، وكان لخورخي سان باولي الحقيقه فكر هايل جدا انه يلعب باربعه وامام يتحسن الاداء بتاعه سواريز. ممكن، لان البرسا اليوم لو يفوز بالمباراه هذه يفوز بالدوري، لان اليوم مباراه بتاع 3-4 هذه الهجمه السريعة الوحيدة المنظمة اللي قام بها البرسا وميسي. نعم. المنقذ الغريب ميسي ولدي بدأ في منتصف الملعب، لم ينتبه إليه أحد، لم يواكبه أحد. أنا لا أجبر المشكلة للبرسا يا خالد، أنا دكت حتى مع كابتن طارق الكرة الآن مع ميسي، هذه ميسي يقطع 60 متر لا أحد ينتبه إليه، مرة طبيعي جاي من الخلف، وكلهم عينهم على نيمار. نعم. شوفوا ونسين ميسي، كلهم على نيمار ونسوا ميسي، وهذه قوة ميسي لما ينطلق من الخلف، وبطبيعة الحال لاعب كبير عنده إمكانية من كرة واحدة أن ينقذ الفريق. أنا أقول إشبيلية إذا اليوم يتعادل أو ينهزم، أنا أقول أضاك